تم تنظيم واحد ورشة على مستوى مجلسي إقليمي واللي هي عبارة عن تكوين مشترك ما بين الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والمديرية الإقليمية للتشغيل والضمان الاجتماعي بكل من الصويرة وتمانر. هذه الورشة ولا هذا التكوين نصب خصوصا على الوسائل اللي غادي تمكن الجمعيات والتعاونيات المنتقات في إطار الشطر الثاني من برنامج أوراش في الشقي المتعلق بالأوراش عامة موقتة. هادو غادي تمكنهم واللي بالغين 48 جمعية وتعاونية، قالوا هادو غادي تمكنهم هاد التكوين غادي يمكنهم إن شاء الله من الوسائل اللي غادي يقدروا يسجلوا بها هاد المستفيدين اللي مجموع ديالهم 820 مستفيد في كل منظمة الاجتماعي. أشنا هي الوسائل اللي باش غادي يقدروا هما ينتقيوا هاد المستفيدين، وشنا هما الإجراءات لدى كل من الوكالة وكالة تشغيل إنعاش الكفاءات والضمان الاجتماعي، علما بأن هاد الأوراش هادو اللي إن شاء الله هي كتهم شباب وشابات الإقليم غادي تكون في إطار من الشفافية وفي إطار من احترام لجميع المقاربات خصوصا مقاربة النوع، بحيث نتمنوا أنها توظف وتشغل عدد لا بأس به من النساء ومن الرجال اللي كتوفر فيهم الشروط المطلوبة. التجربة الأولى اللي كانت الشطر الأول أسفرت على انطلاق 4 ديال الأوراش اللي واحد فيهم قدر يحقق هدمه في ضمن مقاربة النوع ما يعادل 75%، بحيث أن 3-4 هاد الناس اللي هما تم انتقاؤهم هم فتيات. نتمنى على الله حتى هاد الأوراش اللي هي تهم بعد عدد لا بأس به من الجماعات ستتم بشراكة بين الجماعات والمجلس الإقليمي والجمعية أو التعاونية المعنية، بمعنى أنه الجماعات ستتكلف بتمويل ما يلزم من حاجية هاد الورش، الجمعية ستقوم بكل إجراءات لتسجيل المشغلين وانتقاء والتأطير، ومن جهتي المجلس الإقليمي وكل من الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والضمان الاجتماعي والتشغيل هادو سيقومون بالمواكبة ديال هاد المشاريع.